شخير ما عنده حتى شي علاقه مع العمر. كاين اطفال يمكن لهم يشخروا، وكاين اللي عنده 17 18 عام يمكن يشخر، وكاين الانسان اللي مسن يمكن يشخر، ما عنده حتى شي علاقه مع السن. الشخير عنده علاقه بجوج المسائل، عنده علاقه مع الناس اللي عندهم زياده في الوزن، لما الانسان تيكون وصل 30 40 50 عام، لما تكبر ما تكون عنده زياده في الوزن، واما تيكون عنده واحد ماشي مالفورماسيون، تيكون عنده الفك ديالو تيكون عنده داخل ديزون مالفورماسيون اناتوميك، تيكون عنده اما لسان تيكون كبير، واما اللوزتين الحلاق تيكونوا كبار، واما هذا الفك التحتاني تيكون راجع اللور. وخا الانسان يكون ما غلطش يمكن يوقع لهاد المسائل. والاطفال بالخصوص اللي كان عندهم الشخير تيكون عندهم دوك لي زاميغدال تيكون عندهم منفوخين. دونك هاد المساله ديال الشخير ما عندها حتى شي علاقه مع العمر، ولكن هي تتكثر لما تتكون زياده في الوزن. ولكن الشخير المشكل ديالو ماشي هو الشخير بنفسه، المشكل الشخير الاساسي هي الانسان اللي تيكون تيشخر تيوقف ليه التنفس، وهنا تيوقعوا مضاعفات على الجهاز ديال القلب والجهاز التنفسي. والخطوره الكامله تتكون لما الانسان تيكون تيشخر وتيوقف التنفس على بغته، تيكون ناعس وعلى بغته تيوقف ليه التنفس وتينوض باش يقلب على النفس ديالو. هنا تيخص جوج المسائل. المساله الاولى تخص التشخيص ديالو، كاين بعض الالات اللي تيعملو حنا الاختصاصيين في الجهاز التنفسي، تنديرو واحد الاله كنا بلا بوليغرافي فونتيلاتوار اللي تقولنا شحال الانسان تيشخر، واش يوقف التنفس، واش داك التنفس مأثر ليه على الجهاز على الدماغ ديالو على الدم ديالو، لان تكون ليبوكسي سيتادير الكونتيتي ديال الاكسجين تتنقص لما الانسان تيوقف التنفس. هنا لما تشاهدوا بان عنده داك الوقفان ديال التنفس بكثره، كاين العلاج كون ابل لا سيباب او لا بريسيون بوزيتيف، كاين واحد الماكينه واحد الماسك تعمل الانسان تعمل البريسيون. وفي بعض الاحيان واخا تنعمل داك لا بوليغرافي فونتيلاتوار ما تنتشخصوش، وديك الساعه تنعملوا واحد الفحص كي بلو بوسي كون ابل لا بوليسونوغرافي اللي تتقولنا شحال الانسان تيوقف ليه التنفس ديالو، وكذلك واش مأثر ليه على الدماغ، لان الانسان تيكون تيشخر متيبقاش يتنفس مزيان ما تينعسش مزيان، ولا ما تينعسش مزيان تينوض مقلق وتيكون دائما بين النعاس. ديك الساعه لا بوليسونوغرافي تتقول لنا واش هاد السيد ما ناعش كافي، واش داك الشخير وداك الوقفه التنفس مأثر ليه على الدماغ ديالو. ديك الساعه تنديرو الكشف وتنعطيو ماشي الادويه ماشي الدواء، تندير واحد لاباغي اللي تجعل بانه داك الشخير ما تيبقاش والانسان يرجع في احسن ما يرام في الصحه ديالو.